أقل من أسبوعين. لذلك أرجو من الجميع زيادة معدلات العمل والجهد لنشر كل هذه الأسرة وصندوق الأسرة الطبية لكي يتم ذلك في وقته، لكي تعمل كامل دوائر الأوبئة وكذلك المستشفيات في كل المناطق والمقاطعات، وأن نفعل كل شيء لتنفيذ هذه القرارات. والمسألة ليست في عدد الأسرة بل وكذلك بأن تكون مشمولة بكامل كل ما تتطلب، وأن يكون هناك عدد كافي من المتخصصين والطاقم الطبي، وأن يتم زيادة وتزويد الأطباء بمعدلات الوقاية وبأدوات الوقاية والحماية، وأن يتم ذلك بشكل تام. واليوم سنسمع إلى محافظ مقاطعة فلاديمير، لذلك هناك حاجة لدعم الطاقم الطبي، وكذلك جمهورية كومي أيضا بها بدأت تظهر فيها هذه الوباء. لذلك أرجو تقييم الوضع القائم الآن. والسيد فلاديمير أويب يفهم جيدا هذه المسائل، فهو لعدة سنوات كان يرأس مركزا طبيا هاما، وسنسمع كذلك إلى قيادات المدن المختلفة والمناطق المختلفة لمعرفة كيف تسير الأوضاع هناك. وكذلك السيد ميخائيل ورشكا وزير الصحة لنسمع منه تقييم الوضع بالكامل وتحديد المسائل التي علينا التركيز عليها اليوم، وعلى السلطات الفيدرالية التركيز عليها والسلطات الإقليمية أيضا التركيز عليها. أؤكد أن موسكو كما قلت هي من واجهت هذه المشكلة في البداية، لكن نرى الآن أن هذه المشكلة أيضا تنتشر في المناطق، ونرى أنه لابد أن تكون كل مقاطعة مستعدة لذلك، وأن تكون لديها كل القدرات والإمكانيات اللازمة لذلك. الآن الكلمة لوزير الصحة. طب نهاركم السيد فلاديمير فلاديمير المحترم. الإجراءات التي يتم تبنيها